من كل فج عميق جمع محمد هذه الأحجار الكريمة بعد رحلات اكتشاف متعددة في أودية وجبال وصحارى إيران وفي خارجها. لكل حجر قصة، هكذا يقول. فقد استخرج هذه الأحجار بعد مشقة وبطرق تقليدية على نفقته الخاصة، وبعضها تصل قيمته إلى عشرات آلاف الدولارات وربما أكثر. تتداخل الألوان هنا لترسم لوحات فنية طبيعية بعضها تشكل على مدى ملايين السنين، فأصبح الآن مزاراً للسياح والباحثين في مدينة قم. جمعت العينات على مدى 24 سنة، وقد ارتأيت أن أعرضها أمام الباحثين والطلاب والسياح ليروا أهميتها، فهي أحجار باهظة الثمن، وقد جمعت 80% منها داخل إيران وما تبقى من الخارج. لقد زارني عدد من المسؤولين وأعجبوا بالمعرض. في هذه الورشة الصغيرة على مقربة من المعرض يحاول الحرفيون تحويل الأحجار من صماء إلى أحجار تنطق بلغة الجمال وتزين الحلية والخواتم، وهو عمل يحتاج إلى مهارة عالية وإلى صبر وجلد وذوق رفيع يتجلى في أولى خطواته من خلال تصاميم هندسية غاية في الدقة. لكن صقل الأحجار في صناعة الخواتم ليس كل شيء، فلا بد من صناعة الخاتم أولا من الفضة، وهنا يصنع بالطريقة التقليدية التي يعتمدها غالبية صانعي الخواتم في مدينة قم. بعد سكب الفضة في القالب نحتاج إلى تنظيف الخاتم وتجذيبه من الأجزاء الإضافية والحفر عليه لإعطائه صبغة جمالية تمهيدا لوضع الحجر الكريم، والمنشار هو الآلة الأساسية في عملنا هذا. يقبل الناس بكثرة على شراء الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة لما لها من فوائد متعددة يتناقلها هواة اقتناء هذه الأحجار، ويقولون إنها مثبتة علميا، فمنها ما يخفف الطاقة السلبية ويبعث على الاسترخاء والهدوء ويقاوم بعض الأمراض، ومنها ما يجلب الرزق وما يبعد الحسد والنحس كحجر الفيروز الذي تشتهر به مدينة نيشابور في إيران. ليست حلوى سوهان وحدها ما تمتاز به قم، فصناعة الخواتم أيضا تحتل مكانة خاصة في هذه المدينة الدينية، فهنا تصادفها في المحال التجارية أو في أيدي الباعة الجوالين، وتعد من الحرف اليدوية التي تحتاج إلى فن ودقة. من حمرية، مدينة قم، الميادين.